مشاهدي قناه لو سي تي في، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم ميكروكان. المنتخب الوطني المغربي خيب امال الجماهير المغربيه بالاقصاء المرير بعد ما كان الاقرب من التاهل للدور الربع النهائي بتضيع ضربه جزاء من طرف حكيم زياش وتضيع مجموعه من المحاولات. خرجنا او احنا بجانب الشاشه العملاقه هنا بمركب محمد الخامس مدينه الدار البيضاء باش نسولوا الجماهير المغربيه على ردود الفعل ديالهم من بعد هذا الاقصاء المرير. يلا معنا. كان من بعد الاقصاء المفاجئ ديال المنتخب المغربي امام منتخب البنين، على العموم هذه كره القدم، معنا واحد مشجعه وفيه اللي ديما كتجي كتشجع المنتخب المغربي هنا في امام الشاشه مقربه من الشاشه الكبيره اللي بجانب ملعب مركب محمد الخامس. صافا؟ صافا الحمد لله. ديري لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. انت وفيه ديما كتجي تشجع المنتخب ماشي غير انا، يمكن حتى في التيران. انا ديما المغرب وتنحب المغرب بالذات عاد، وواحده اللي تنحبو الملك ديالنا الله يصوب ليه، جامع كلشي اللي تنبغيو بالذات والله يخليه لينا والله يصوب ليه. اش بالك في الاداء ديال المنتخب اليوم؟ اليوم شويه عيان. شوفي دابا شوفي، التأهل كان قريب لينا، ماشي كان قريب لينا، التأهل كان بيننا وبينه شوية مشى زقل زياش بينا. شنو الرأي ديالك هادشي اليوم؟ الرأي ديالي ما طلعتش نقول. ها؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. شنو رسالة تقولي للجمهور المغربي اللي مشى لماسر واللي ساند المنتخب المغربي والناس اللي كانوا هنا، الجماهير اللي كانت هنا في الجماهير اليوم، جمهور كلهم اللي جاوا هنا المغرب واللي كلهم تنفردوا هناك هاد الاقتراح اللي داروا لنا هاد الاستفاده اليوم، الناس كيجيو تبارك الله بزاف الاستفاده اليوم اللي جينا تفردنا اليوم، وحنا فرحانين ان شاء الله وباقي غادي ان شاء الله نجيبوا الكوف ديالنا، الكاس ديالنا ان شاء الله، وديال المنتخب وان شاء الله ديال الوداد. انا ديما الوداد تنتكر الوداد ان شاء الله واحد. إذا كما كتشوفوا هنا في شاشة أو في الشاشة الكبيرة جات جماهير كبيرة، وكان فنان كبير اللي هو سليم كرافاتا، ومعنا الأب ديالو كان حاضر معنا رغم الهزيمة. مرحبا به باش كيفاش؟ معنا ما نديرو، معنا ما نديرو، اللي داروا اللي عليهم، داروا بكل يعني بكل حب للوطن ديالهم ومتعونا، وكذلك عاود كانوا اخطاء او كان هفوات هذه ديال الكره النفسانيه ديالهم كتكون شويه كاين ضغط نفسي، دونك حنا ما نكونوش بحال عارف شنو راه كيحسوا هما، مي حنا ديك الادرينالين طالعه لنا والفرحه والحب ديال ان فرقتنا وتم متبعينهم مدعمينهم فرحونا، وكانت النتيجه سلبيه يعني مدمرين لداخل، ولينا غادي نحاولوا ننساو، نحاولوا ننساو اننا خفقنا في نكملوا المشوار ونبداو صفحه جديده. المهم عندنا الثقه ان الرياضه في المغرب تقدمت بواحد الشكل كبير ورجعت لنا الثقه اننا نقدروا نساندوا الرياضيين ديالنا بصفه عامه. هذه الكره. تبارك الله عليك. ما كتشوفش باللي المنتخب المغربي كان الاقرب بشكل كان كبير. كان وهي اللي نقول لك انا هذه الكره فيها عوامل بزاف، حنا كنفهموا كنشوفوهم واحد الزاويه واحده. ما راه هما اللي كيعرفوا، المدرب راه عارف شنو غيدير، وكان عارف شي واحد ما لعبش الدور ديالو كنخرجوا. حنا كنبقاو نشوفوا دائما اللعاب ضيع اللعاب دار، ولينا راه المدرب كيشوف عنده بعد كبير وكيعرف لي كريتير اللي كيخصب اللعاب. حنا كنشوفوا غير من جانب نتاع اننا الفريق ديالنا خصو ينتصر، خصنا نكونوا دائما الافضل، وكنا الافضل يعني كيقول كاين ديك الغلطات ما 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 خصناش نحسبوهم على اللعابه، لان هذه هي الكره، لان دائما واحد كيلعب وواحد اللي كيجيب النتيجه، هو الكره دائما النتيجه ماشي الفرجه. الله يحفظهم، شكرا على المتعلم تاعونا وشكرا لك. دائما احنا مع المشجعين المغاربه، معليش هذه كره القدم. شنو الراي ديالك خويا في هذه الخساره؟ الراي ديالي هو اللي تيتحمل المسؤوليه هو زياش، ما كانش عليه يعطي هذيك البيرانتي، مع البيرانتي تيبان مرتابك، واصلا في التدريب تيبان مرتابك، ومن تيخرجوا في الماتشات الاخرين من تيخرجوا ما حامس راسه يخرج، حشومه عليهم تياخذوا احسن بريمات واحسن حاجه وداروا هكا، والله الا حشومه عليهم. هذاك زياش صراحه هو اللي تيحملوا المسؤوليه. واخا الرساله اللي كتوجه للجماهير اللي مشات لماسر وضحات؟ تنوجه لهم رساله وما يصبروا مساكن، هذا هو هي كره القدم. اذا حتى الفئات الصغرى حاضره معنا في هذا الميكرو كان رغم الهزيمه، مهم زاو، مهم فوجوا في هذا هنا حدا الشاشه ديال مركب محمد الخامس. صافا بخير؟ اه. تفرجتي في الماتش؟ اه. كي جاك؟
المغرب ما كانش في المستوى هيتزقلو شي فرص. زياشي كياخذ الكره كيطيح ما دار والو. واخا واش كتقول للعابه ديال المغرب والجمهور ديال المغرب؟ الجمهور ديال المغرب ما تفقدوش الامل، راه كاينين شي اعوام اخرين وخذوا لينا كاس افريقيه وفرحونا. برافو عليك. والجمهور اش كتقول لي اللي كان معاك اليوم؟ الجمهور الزوين اللي كان معاك اليوم؟ شكرا حيت تفرجتوا في هذا الماتش. تبارك الله عليك. كان ما كانش بزاف في المستوى، ولكن الحمد لله على كل حال. واخا تبارك الله عليك. واخا انت كي جاك المستوى ديال المنتخب الوطني؟ صراحه هزيمه غير منتظره من العناصر الوطنيه، رغم السيطره في زمام الامور في المباراه واخا السيطره في وسط الميدان، فصراحه الهزيمه مره. حكيم زياش في الدقيقه 88 شفنا ضربه جزاء ضائعه. صراحه حكيم زياش، صراحه اللاعب حكيم زياش حاضر غائب في المباراه، صراحه حاضر بدنيا وغائب ذهنيا. يمكن نقولوا نختموا باللي المنتخب المغربي ضيع الانتصار. صراحه ضيع الانتصار بين يديه، وكنتمنى للمنتخبات العربيه التوفيق. داكشي تبارك الله، هذا احسن ميساج. صراحه المغرب تقصى، ولكن بغينا الجزائر ومنتخب اخرى تكمل. شكرا لك. تبارك الله.